محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس بعثة الحجة الرسمية مطالبته للحجاج المصريين بعدم إظهار أي انتماءات سياسية أثناء مناسك الحجة. وقال جمعة خلال مؤتمر صحفي للبعثة الرسمية في مقر القنصلية المصرية بجدة، قال إن هناك تعاونا كبيرا من كل البعثات المصرية في الحج، سواء القرعة أو السياحة أو التضامن، وكذلك من السلطات السعودية مع بعثات الحج المختلفة. ساد العلماء بالعمل على محورين اثنين: الآداب العامة التي يلتزم بها الحج، والفتاوى في شؤون الحج وتيسير المناسك دون التعرض لأي أمر سياسي.